بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة بتايا في فندق كراون بتايا تايلاند. نصور لكم غرفة من نوع سوبريور، غرفة من نوع سوبريور. الفندق 3 نجمات. التصوير في شهر 5/2018. تصوير شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا. طبعا الفندق موقعه ممتاز وقريب من شاطئ بتايا المشهور. غرفة من نوع سوبريور مطلة على المسبح. هنا المسبح. تصوير شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا. الفندق هنا لا يوفر الإفطار الحلال. هنا دورة المياه، كذلك الشطاف هنا موجود في الفندق. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا.